هو صدر فرخة واحد عملت بيه الوصفة دي خطيرة، ولا بقى مواعين كتير ولا غلبة ولا كمان خطوات كتير، كله على بعض كده في حلة واحدة. بس عاوزة اقول لكم طعمها تحفة، وجبة متكاملة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. قدميها بقى مع شوية سلطة خضراء او مخلل، خرافة. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول. اول حاجة في الطاسة او الحلة هتضيفي معلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت يسخنوا. عندي صدر فرخ كامل وزنته على الميزان، لقيته 500 جرام، يعني نص كيلو من الفراخ. هنعمل اكلة تكفي الاسرة كلها. دي صدور كاملة غسلتها كويس وصفيتها وقطعتها الاصابع، والاصابع دي قطعتها لمكعبات مش كبيرة قوي ولا صغيرة، وسط. هبدأ اديها صدمة في الاول لحد لما لونها يغير وتخش في السوا زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هضيف بصلاية متوسطة مقطعاها لقطع صغيرة. هفضل اقلب في الفراخ والبصل لحد لما تدبل وتاخد افتح درجات اللون الذهبي هي والفراخ. بعد كده بقى هنجهز 3 فصوص من الثوم مفرومين، هنزل بيهم مش كبار قوي، هتديكي تست بقى وريحه تحفه. هضيف البهارات، ملح وفلفل اسود وجنزبيل وبهارات فراخ وشويه من البابريكا ورشه سكر ومكعب مرق، وده اختياري بس بيديكي تست جميل. هشوح بقى التوابل لحد بقى مرحتها تطلع كده عليكي. هضيف جزرايه متوسطه مبشوره، بتخلي بقى طعم الرز في حته تانيه خالص، بتديله تسكيره ولون روعه. هنستنى دقيقتين لحد لما الجزره كده تخش في السوا وتنزل اللون الاورنج بتاعها الجميل. وبعد كده هضيف معلقتين كبار مليانين من الصلصه اللي احنا عاملينها الحلقه اللي فاتت البيتي التحفه. هضيف معلقه كبيره من الصويا صوص وافضل اشوح كده في الكلام الجميل ده. هاتي بقى تشكيله فلفل الوان حلوه، احمر على اخضر على اصفر، المتوفر عندك، ممكن نوع واحد ينفع برضه. يعني انا حبيت اكتر في الالوان وكمان القيمه الغذائيه. هنزل بقى اخر حاجه بالفلفل عشان انا مش حابه يدبل اكتر من كده وتكون الالوان بتاعته ظاهره في الطبق. دقيقه كده واغسل على طول كوبايتين ونص من الرز، حابه تزودي او تقللي زي ما انت عاوزه. رز مصري عادي خالص، ولا بسمتي ولا اي حاجه لانه سعره غالي، بدون نقع ولا حاجه، غسلته وصفيته ونزلت بيه. وهفضل اشوحه في شويه، وبعد كده هننزل بالميه السخنه. لكل كوبايه رز قصادها كوبايه من الميه السخنه، يا دوبك نغطي الرز بحاجه بسيطه. هضيف بقى قرن فلفل حامي يدي بقى تست حلو، وبعد كده هغطي. اول لما يتشرب هدي النار خالص وسيبيه بقى يستوي على البخار. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ الوصفه كلها على بعضها كده ما خدتش وقت خالص، طبق جميل ومميز وسهل ومتكامل، مش هتضطري تعملي جنبه اي حاجه غير شويه سلطه او مخلل. ضفت بقى شويه في الطبق، عاوزه اقول لكم ريحته كانت قلب الدنيا، طعمه بجد خرافه، جربوه يعجبكم. شويه بقى من البقدونس او الكزبره الخضراء نزين الطبق بتاعنا ونقدمه مع شويه سلطه. ايه رايكم بقى في وصفه النهارده؟ غدا او عشاء معاكي سهله وبسيطه، صدقيني مش هتوقفك كتير في المطبخ، وطعمها اكتر من رائع، مش هتبطلي تعمليها ابدا من جمالها. ادي بقى السلطه الخضراء اللي بالكزبره، خطيره. الرز بقى واخد تيست حلو قوي وطعمه تحفه مع الفراخ والفلفل كده، طبق متكامل. ان شاء الله اللي هيجربه هيعجبه جدا جدا. انتظروني بقى في فيديو جديد، اوعوا تنسوا اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. باي باي.